يستحصلون ما تقع أعينهم عليه بأموالهم، تسقط عندهم جميع الاعتبارات. المستثمرون يهلكون الفقراء ويزدادون ثراءً بعلاقاتهم ووساطاتهم ورشاويهم. هذا المستثمر إذا طببوه بغرفة ظلمة، هاي الغرفة طببوها إليه وصوروا بأنه عاملين إعلان مزايدة ومناقصة، وهاي المناقصة عملوها بغرفة ظلمة. من جابوا المستثمر قالوا له اعلن قدامنا هاي أبغى تشتريها، وباعوها إليه من جوة الجوة. هذا السوق في منطقة الحسينية قائم منذ عشرات السنوات، بلمح البصر أحيل لمستثمر بثمن لا يذكر. جهز مستثمر ماخذ من الدولة 3 سنوات بعشر ملايين، عشرة ونص أو عشرة. هسه احنا نقول لهم يابا نعطيكم أكثر، ايش قد تردون؟ حتى لو 100 ما يقبلون. يقول له يريد مليار ونص، ويريد أجارات بالشهر، كل واحد كل محل ربع. مين يجيب هالآلة؟ هو لو عده كان اشترى وقعد يعني بمحل أصولي، مو يعني صحيح ولا لا؟ انت تعرف هسه هاي كلها كسب هنا، اكو بها عمال اكثر من فوق 70 محل تقريبا. سرق قفليه على المتر 15 مليون يريد. انت هذا انا معوق منين اجيب؟ وانا عايش عليه، انا الله والمعوق زين، وانا هاي رجلي وهاي ايدي. محاولات اصحاب المحال التجاريه جميعها فشلت في الحفاظ على محلاتهم، رغم ما قدموه من مقترحات لابقائهم في مصادر رزقهم. احنا اقترحنا التجاره زين، المشكلة إلا المستثمر، يعني فرضوا عليه المستثمر يومية تهديدات إرهاب زين، يومية مساومات زين، يعني ما راح يوم يقولون نفش السوق على رأسكم، يوم نعتقلكم، يوم يجيبون عصابات تجينا من الشات، أكو أسماء ما أريد نجيب أسماءها يعني، وما أريد ندخلها بيراد ومصرف وياهم، بس خلي يكفون أذاهم عنا، إحنا ناس كسبة فقريد ناكلها بالحلال. هاي حقوقنا من تنازل عنها نهائياً. احنا اليوم مظاهراتنا سلميه، الناشد السيد مقتدى الصدر والناشد السيد محمد الشياع السوداني على هاي العوائل قدامك قاعد تشوفها، عوائل فقراء، عوائل شهداء، عوائل ايتام، عوائل يعني كلها هاي القاعده بيها. من بغداد مصطفى لطيف، قناه الرشيد الفضائيه.